ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب المشاهير؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. طبعا في الظروف دي يا جماعة، ربنا يا رب يعين أهل فلسطين ويدعي لهم يا رب يثبت إيدهم وينصرهم نصرا عاجلا يا رب، اللهم آمين. يا جماعة وصفة جديدة إن شاء الله، البوليفيت الجميل بره إن شاء الله نعمله بأبسط طريقة، طريقة الموشين إن شاء الله. بس كان معايا حوالي ربع كيلو وشوية كانوا في الفريزر، فقلت أعملها إيه؟ بولوفيف. تمام. وهنا يا جماعه حته ليه كام ليه حته ليا بتاعت اللي هي كانت خروف عندي من العيد ليا، او ممكن تجيبي دوش اللي هو بتاع البقري. تمام. ومعايا هنا بصله مصاري مقطعه 4 ارباع كده، ومعايا هنا يا جماعه ايه دون يا جماعه ايه ورق لورا مطحون، ودون حبهان مطحون، ودون توم باودر وفلفل اسمر وملح، وهنا معلقتين جيلاتين. وانا بقى يا جماعه عندك خيارين، ده اللي هو اللون دم الغزال اللي احنا بنعمل بيه الرز البسمتي الملون، او ممكن لو انت تختي لو انت مش عايزاه حضرتك ممكن تستخدمي ايه البنجر. على النار حاطه بس كوبايه ميه واحده بس، عشان خاطر يا جماعه لما انزل اللحمه انا عايز استفيد بالميه بتاعتها، مش عايزه اصفيها من الميه دي اللي هتديها ايه الطعم بتاع البوليف الحلو. هنزل بقى بالكميه بتاعت، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اللي هو ايه اللون الصحي ده الغذائي. البيف لو مش عايزينه استبدلوه بايه؟ بقطعه البنجر. باجي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو حطيت بس كوبايه ميه واحده بس اهو عشان ما نرميش الميه استفيد بيها. استوت ازاي بقى؟ عارف استوت ازاي؟ بصوا البصل اهو، وحتى اديني كام بصل قطع بالمعلقه. هعمل دلوقتي هروح اوديك في الكبه دلوقتي ونفرمه مع بعض. انا اهو بسم الله الرحمن الرحيم بحط ايه؟ الخليط بتاع ده ما شاء الله، بص اللون ولا فيه صويا ولا اي حاجه، بص ما شاء الله طبيعي ازاي. يعني الجيلاتين حطيت عليه هون حبه ميه ما شاء الله، ربط اهو معايا اهو، هحطه بقى كده هون في الكبه وهفرمه ان شاء الله ونشوفه مع بعض. ممكن تحطوها فيها بس تدهنوها زيت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اصب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي بقى هحطها ان شاء الله، اعملها كده عشان اسويها، هحطها ان شاء الله في الفريزر لمده 4 ساعات نشوفها مع بعض تكون جامدت. بسم الله الرحمن الرحيم، هي يا جماعه بعد 4 ساعات في الفريزر ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبه قلبي ممكن تعمليه بقى بالبيض، ممكن تعملي برضه ايه تسبي كيلو برضه بصلايه، هنزل عشان ما تلزقش. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك اهو بربع. بص يا حبايبي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص يا حبايبي حتى بص العلبه الطباعه بتاعتها طلعت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك، دي يا حبايبي ايه تحس الفريزر. بص اللهم بارك اللهم صل على النبي، اقطعها بقى ونشوف الشكل النهائي مع بعض. ما شاء الله بقى ده الشكل النهائي بقى ما شاء الله، البولبيف في البيت ان شاء الله بربع كيلو ان شاء الله تعملي ايه بولبيف لاولادك. اتمنى بقى الظريف كده السهل الجميل دون عجبك، ما تنسيش لايك وشير وشارك القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.